اطلق جيادك من كهوف الصمت واحلم. أجمل الأشياء فينا صبر إنسان حلم، فالأرض يحييها ربيع قادم، وضمير هذا الكون يسكن في قلم. هو خليط من الإعلامي القدير والسياسي الحكيم، حارب الظلم والفساد بمهنية رفيعة ولغة راقية، فتربع على عرش الإعلام وصاغ آراءه بحكمة، فصار سياسيا مناضلا من أجل وطن للحرية والعدالة والكرامة والديمقراطية. إنه حمدي قنديل. بوش بيرقص لنا كل الكتاكيت، كل كتاكيت الشرق الأوسط بيرقصها بوش النهاردة، بعد ما سخن لها الطاسة تحتها في كل مكان، سخن لها الطاسة وسخن لنا الطاسة. ولد بقرية كفر عليم ببركة السبع بمحافظة المنوفية لأب مثقف يعمل ناظرا لمدرسة وأم متعلمة، لكن جذوره ترجع إلى محافظة الشرقية. ترك دراسة الطب بعد 3 سنوات فقط ليلتحق بقسم الصحافة بكلية الآداب، ليصبح قلمه الرصاص مشرة يعالج به آلام الناس ويستأصل به جذور الفساد. بنقول لكل الأنظمة، بنقول لهم جميعا، هنفضل نقاوم القمع، وإن عدتم عدنا. عمل قنديل في بداية حياته بدار أخبار اليوم، وانضم لمجلة آخر ساعة بناء على طلب الكاتب الكبير مصطفى أمين، وانتقل للتلفزيون منذ عام 60 كمعد ومقدم برامج سياسية وقارئ نشرات إخبارية. عندما أطلق برنامجه رئيس التحرير كان تأثيره يفوق تأثير أكبر حزب سياسي معارض، فصاغ وعي أجيال وفئات وشرائح مختلفة من الشعب المصري. وعندما تم إيقافه لأسباب سياسية خسر المصريون صوتا معارضا مهما ومؤثرا، ليرحل بعدها إلى دبي ببرنامجه الشهير قلم رصاص، الذي تم إيقافه لنفس السبب بعد 5 سنوات. من العراق لفلسطين للبنان للصومال للسودان، كله جلا جلا، لا شغل ولا مشغلة، لا حل ولا ربط، لا دولة في فلسطين ولا حياة لمن تنادي في العراق. إنما برضه بص شوف بوش بيعمل إيه، هنج بنج سنج، أدي العراق وأدي اللي غزاها وأدي اللي نهبها وأدي اللي نسفها، أدي البيضة وأدي اللي سلقها وأدي اللي أكلها أدي اللي لهفها. وعندما ترك الساحة الإعلامية لينصرف إلى قضايا مصر صار صوتا معارضا قويا. كل اللي حبيت أعمله إن حذر حضراتكم لو انقطع عليكم رسالة القناة في أي وقت ما تنزعجوش، ده لا عطل في جهاز التلفزيون ولا عطل في الريموت ولا عطل في النظر، ده عطل في الحكومة. حمل الرسالة وأضاء قنديله ليكشف ظلمة الفساد، ليظل في قلوب المصريين متربعا على بساط المغرمين بالوطن. ياسمين عادل، قناة دريم. واحنا في اولى حلقات كلام تاني كنت حاسه ان احنا لازم نتكلم كلام تاني في الاعلام. سمعت على مدى الفتره القصيره اللي خدت فيها اجازه ملاحظات كتيره جدا من حضراتكم، ربما يكون مضمونها الرئيسي حاله من عدم الرضا من حضراتكم على ما يقدم على الساحه الاعلاميه. انتم غير راضون عما نقدمه، نقدم منتجا لا يلقى قبولا لدى حضراتكم، توجه إلينا سهام النقد من السلطة أحيانا ومن الشارع أحيانا أخرى. طبيعي جدا أن السلطة ما تحبش الإعلام، دي علاقة طبيعية جدا، لكن كمان الشارع ما يبقاش راضي عن الإعلام يبقى فيه مشكلة كبيرة جدا. لما بفكر أشتغل أنا وزملائي ونقدم حاجة، بنقدم حاجة عشان ترضي حضراتكم، لأن هو ده النجاح الحقيقي لينا. لكن لما نبقى واقفين دلوقتي كلنا في موقف صعب وإحنا حاسين إن مش هو ده اللي انتوا عايزينه مننا، يبقى لازم نقف مع بعضنا وقفة ونتكلم فيها كلام تاني. كلام تاني النهاردة في الإعلام هيشرفنا فيه أستاذنا الكبير الأستاذ حمدي قنديل. أهلا وسهلا يا فندم. أهلا بيك. أنا الحقيقة
شايف المقدمة فيها مجاملة أكتر من اللازم الحقيقة، إنما عموما أنا سعيد بوجودي معك. أنا اللي سعيدة جدا، حضرتك تستحق أكتر من كده. وباختصار كده، الله يخليك، باختصار أنا شفت العشر دقايق الأولى كده وأنا في الاستراحة بره، وشفت انك بتقدمي بالفعل اعلام تاني، مش بتنتقدي الاعلام اللي احنا فيه وبتقولي المفروض نعمل كذا، بتقولي صحيح المفروض نعمل كذا، انما بتعملي هذا الكذا. ربنا يخليك. وانا بقول مبروك، برضو بقول مبروك، لان الحقيقه شايف ان البرنامج على الاقل من نص ساعه اللي شفتها لغايه دلوقتي برنامج سريع، مش ثقيل الظل كده زي البرامج التقيلة على القلب والتقيلة على النفس اللي بنشوفها كل ليلة من كتير من القنوات، ومفهوش خطب زي ما حضرات الزملاء الزعماء الخطب اللي بيقولوها في برامجهم المختلفة، وسريع، والإعلام عايز إيقاع سريع. الناس ما عادش عندنا وقت، ما عادش عند حد وقت، ولما يخصص لك ساعة يقعد يتفرج عليك فيها عايز يستفيد أقصى معلومات ممكنة. أنتوا بتقدموا المعلومات الممكنة زي ما قدمتوا المعلومات الممكنة دي السريعة في عدة تقارير، كمان عجبني شغل المعدين الزملاء المعدين طبعًا. كلهم في أنهم عملوا تقارير معظمها سريع أو كلها سريعة في الواقع، والكلمة اللي ممكن تتقال في عشر دقايق ممكن تتقال زي ما شفت في دقيقة واحدة. منورنا إن شاء الله، موفقة وشهادة أعتز بها أنا وزملائي بالتأكيد. وزي ما الإمام الشافعي كان بيقول أرفع الناس قدرا من لا يرى قدره، وحضرتك مش عارف قدرك عندنا وعند أجيال كبيرة من الإعلاميين إيه. أستاذ حمدي، هي ليه الناس زعلانة من الإعلام؟ ليه الناس شايفة إن إحنا ما بنعملش الإعلام الصح؟ ليه وانا بصور البرومو بتاع البرنامج ده سيده كانت ماشيه في طريقها كده وشافتنا واحنا بنصور وقالت لي على الله بس تقولوا حاجه مفيده؟ يا ما شفت ناس زي السيده دي في حياتي العمليه، يعني قالوا كلام مشابه. ان شاء الله تتكلموا باسمنا. انا دي الملاحظه اللي سمعتها اكتر من مره، الناس بترجو انه اللي طالع على الشاشه يتكلم باسمهم، يحس بمشاعرهم ويدي لهم مع المشكلات بعض الحلول، وما يكونش منحاز قوي زي ما احنا شايفين كتير. انا منحاز بالتأكيد، انما بحاول قدر الامكان، او كنت بحاول يعني لما كان ليا برامج كنت بحاول قدر الامكان انه اكبح جماح هذا الانحياز. الناس كمان بتشوف الاعلام بتاع اليومين دول زي ما قلت في السابق، خلاص زهقت من الخطب السياسيه. اظن الاعلام بدا دلوقتي في الشهر الاخير، يمكن الشهرين الاخيرين، وللاسف يمكن نتيجه لملاحظات الرئيس السيسي. كنت ارجو ان ده يكون منا نفسنا، من ذاتنا، مراجعه ذاتيه، مش بتلقي تعليمات، انكم قولوا للناس، اتكلموا في مشاكل الناس وهدوا النبرة شوية، لأن التوتر في البلد بلغ مدى وأعصابنا تعبت بعد 3.5 سنين أكيد من الثورة ومن الكلام بالتالي في السياسة طول الوقت. فالتغيير اللي حصل في الآخر هو الحديث عن المشكلات وبنبرة أهدأ، ده اللي أنا ملاحظه في الفترة الأخيرة. وأظن الزعامة في برامج المساء اللي ليها كلها قالب، ارجو ان برنامجك واضح انه برنامجك شويه بيحاول يفلت من هذا من هذا القالب اللي مبني على خطبه في البدايه معظمها نكت طبعا، والناس متاكده اصلا من كل مشاكل الحياه، وبعد كده شويه تقارير ممله، عايز اقول انها ممله في الغالب لانها طويله وبتزن تقريبا عن نفس الموضوع. انما على اي حال يعني انا بارجو انه مش عايز يعني ازود في حديث التشاؤم، واقول انه على اي حال الناس بدات شويه تتقبل برامج المساء، خاصه نبره الحزن بقت اقل فيها بالرغم من تزايد المشكلات. استاذ حمدي، واحنا كلنا كاعلاميين لما بتبقى في مدارس في دماغنا، يعني ساعات يقول حد يسالك صاحبي يقول لك انت بتنتمي لمدرسه ايه؟ كان واضح طول السنين في ذهن جيل كبير مننا او عدد كبير من جيلنا ان حضرتك بتمثل مدرسه الراي،
ومع ذلك كانت الناس بتقول مهنية حمدي قنديل، رغم ان حضرتك بتقول رأي، بس الناس كانت قبلاه، الناس كانت حباه، الناس كانت متفاعلة معاه. دلوقتي بقى في عشاشات من وجهة نظر البعض، مساحات وساحات للرأي بعيدة كل البعد عن المدرسة اللي حضرتك بتمثل. ليه؟ لأن المدرسة بتاعتي مختلفة شوية. لو كنت أقول المدرسة بتاعتي، يعني المدرسة مختلفة شوية، صحيح كنت بقول رأيي، إنما أنا برنامجي عادة كان مدته 55 دقيقة ساعة. في ال 55 دقيقة دي كان ليا تعليق في البداية عادة لا يزيد عن 7 إلى 8 دقائق، الماكسيمم عندي الحد الأقصى كان 9 دقائق، ما يوصلش ال 10 دقائق أبدا. فبقول رأيي في هذا الحيز، وبقية البرنامج الرأي اللي ملكي، أنا بعتقد إنه هذه الدقائق ملكي أنا، إنما الجمهور له العدد الأكبر من المساحة الزمنية في البرنامج. بعد كده بقى أستعرض أخبار، أقابل، أعمل أحاديث مع ناس إلى آخره، ما يغلبش عليها. أحاول إنه رأيي، ما صحيح في اختيار الضيوف ده رأيي، ممكن أختار الضيوف اللي يتناسبوا مع اللي أنا عايز أقوله. صحيح تناول خبر في مساحة زمنية قصيرة يبقى معناها أن أنا بحاول أهمله شوية أو أغطي عليه شوية، وبأدي الخبر اللي يعجبني مساحة أكبر. كل ده ممكن يعني طبعا، وكل دي أساليب بنلجأ إليها جميعا يعني بشكل أو آخر، إنما قدر الإمكان بحاول يكون الجانب الأكبر من البرنامج بلا تحيز. وبعدين أظن 9 دقايق مهما كان رأيي مختلف، عموما كان وقتها كنت أظن وقتها أن أنا بقول كلام يعبر عن رأي الجمهور. دلوقتي برضه أنا يعني بشوف أنه الرأي الجمهور ده حصل فيه انقسام كبير، واللي بيطلع دلوقتي على الشاشة أظن اللي بيفكر فيه حرض مين ولا مين، واللي بيحاول يقول كلام معتدل بيغضب الطرفين هذا وذاك، والمهمة صعبة. والمهمة الأصعب كمان أنا أعتقد أن إحنا في الزمن اللي أنا ابتديت فيه واشتغلت فيه، يمكن الفضل في ما حظيت به من قبول لدى الناس ما كانش يرجع إلي أنا لوحدي، وإنما يرجع إلى الفرصة اللي كانت متاحة، الميدان كان محدود، عدد القنوات اللي كانت موجودة في السوق ما كانش يزيد عن قناتين ثلاثة. احنا طلعنا من ايام الابيض واسود، ما كانش موجودة الا قناة الدولة الوحيدة، النكتة المعروفة دي، لو في قناة تانية ارجع للقناة الاولى بالمسدس. فحظي كان افضل، حظ جيلنا كله كان افضل. فلذلك الواحد انا ما احبش اقسو على الجيل الجديد، اللي الفرص قدامه ماهيش قد الفرص اللي كانت متاحه لينا. صحيح. والساحه اللي قدامه ما تعرفيش بقى تنافسي مين ولا مين، والناس بتتفرج على ايه ولا ايه، وفي ده خلى يعني البعض يروح في مساحه كبيره جدا ويعلي السقف قوي عشان يلفت النظر، ولا هو ده قناعاته الشخصيه بان اللي بيقدمه ده لمصلحه الوطن، ولما حد تعاتبه تقول له انت ليه بتعمل كده؟ يقول لك والله انا شايف ان دي مصلحه الوطن. فالمفهوم بتاع المصلحه ما بقاش حد شايف هو ده لمصلحه الوطن ولا مش لمصلحه الوطن. والله انا ما اقدرش اشكك في النوايا يعني مبدئيا، يعني اللي بيعتقد انه في مصلحه الوطن جايز بالتاكيد يعني هو ده قناعته. دي قناعته، اقدر اقول غلطان او مش غلطان ده موضوع تاني، رايي في اللي بيقوله ده، انما انه منبع هذا ايه ده بيرجع الى قناعات بقى شخصيه مع انما عموما النبره العاليه دي يمكن بعد الثوره، افتكرنا الثوره بقى لازم ثوره يعني معناها نعلي صوتنا ونهتف وماشيين في مظاهره، والى يمكن الجو العام بعد الثوره بيختلف طبعا عن الجو اللي كان، مش عايز اقول هادي، انما كان رتيب وممل. دخلنا من نقيض الى نقيض، من ملل شديد في ايام عهد مبارك خاصه السنوات الاخيره الى انفجار محدش عارف اوله من اخره. احد الزملاء او يعني عدد كبير جدا من الزملاء اللي بيعملوا في مجال الاعلام بالذات بره مصر، سواء كانوا عرب او اجانب، بيقولوا لنا حتى ايام فتره مبارك
كان عندكم اعلام حكومي او منحاز للسلطه واعلام معارض. احنا لما بنتفرج عليكم دلوقتي احنا شايفين لون واحد بس، احنا مش عارفين فين الصوت المعارض وفين الصوت اللي موافق واللي متفق واللي عايز. هو انتوا كلكم كده بقيتوا موافقين فجاه وبقى الطريق كده؟ فين الاعلام، مش هقول المعارض، المختلف؟ خلينا نقول برضو بوضوح، ولازم نقول ده بشكل واضح، انه في الوقت الحالي في وقت الثورات عادة أو التغييرات الحادة زي التغيير اللي احنا مرينا به بالذات في 30 يونيو، بتبقى الحرية ملهاش، الحريات عموما ملهاش المرتبة الأولى في أولويات الدولة، ولا أعتقد أن الحريات الإعلامية بالذات في المرتبة الأولى من أولويات الدولة. ويمكن نظرة الدولة الإعلام في الوقت الحالي أن الإعلام الممتاز، يمكن حتى الرئيس قالها بنفسه، يا ريت يكون عندي إعلام زي الإعلام اللي حظي بيه الرئيس جمال عبد الناصر، إنما دي مرحلة ودي مرحلة، يعني مرحلتين مختلفين تماما والعالم مختلف. إنما على أي حال لازالت السلطة لا تعتقد إنه الإعلام الحر بالشكل اللي شفناه، اللي شفناه كمان ده اللي يساند رأي السلطة، إنه للأسف كان الإعلام اللي بندعي إنه حر ما هوش حر حقيقة. الإعلام كمان الحقيقة في احتكارات كبرى في مجال الإعلام، الاحتكارات الكبرى دي مصالحها دائما مع السلطة، كانت مع السلطة أيام مبارك، وكانت مع السلطة أيام المجلس العسكري، وكانت مع السلطة في حدود أيام الإخوان، ولو أنها بدأت الثورة على السلطة الآن، بس كمان حكم الإخوان كان تغيير قاسي بالنسبة للشعب المصري كله، ولذلك وقوف الإعلام في ذلك الوقت ضد الإخوان كان حقيقي تعبير عن المزاج الشعبي العام. بعد ال 30 يونيو حصل اولا في تأييد كبير للرئيس السيسي لا ينكره احد، وخشي الاعلاميين انه يبقى في غضب شعبي عليهم اللي مختلف منهم مع الرئيس السيسي، خشى انه يكون في ردة فعل شعبية كارهة لي معارضة لي، فآثر وكتير من الإعلاميين للأسف بيؤثروا في سلامة، وده الشيء اللي ما كناش نعرفه في الماضي. على أي حال دي مرحلة، وأعتقد أنها مش حتى تستمر لوقت طويل، وبطبيعة الأشياء هذه المرحلة ستتغير، وبالتأكيد الإعلام حينال قدر أكبر من الحرية أكبر وأكبر مع مرور الزمن على ما أرجو. كان في لقاء جمعنا كمجموعه من الاعلاميين بالرئيس السيسي وقال فيه كلام كتير جدا، يمكن تكون في فرصه دلوقتي ان انا اقول لحضرتك واقول للضيوف ايه اللي قاله. كان بيتكلم عن ان عادي جدا ان يبقى في طرف اخر مختلف معاك في الراي، انت قول رايك وهو قول رايه يقول رايه، مفيش اي مشكله، خلونا كلنا نقول راينا. وقال طب انا عايز اقول لكم حاجه، لما حد بيسالني على المصالحه بقول ان خريطة المستقبل فيها معنى اعمق من المصالحة، وهو التعايش، ان احنا نتعايش مع بعض حتى لو احنا مختلفين طالما ان احنا احترمنا قدسية الدولة وقدسية الوطن. ومع ذلك لما بدأت يعني اطلع من ما لقيتش حد يعني بيكلمني في الكلام ده، فشكيت هو انا كنت سامعة صح ولا سامعة غلط، فقعدت اعمل اتصالات، وقال كده ولا انا كنت بحلم؟ الكلام اللي الرئيس السيسي بيقوله كلام إيجابي جدا، كلام بيقول ما خافش وأنا جايبة حد بيقول أنا مش موافق على كذا من اللي بيعمله الرئيس السيسي، أو بحلم بحاجة مختلفة عن الرئيس عن اللي بيقوله الرئيس السيسي. أمال إحنا ليه خايفين؟ إحنا الإعلاميين طول الوقت الحقيقة كانوا متعودين إنهم ياخدوا الأوامر أو التوجيهات أو التلميحات من فوق، فطول الوقت منتظرين هذه التوجيهات.
ايام مبارك كانت التوجيهات مباشره جدا، في اوامر صريحه. دلوقتي طبعا مفيش السلطه اذكى اكيد يعني، فمفيش مثل هذه الاوامر الصريحه كما اعتقد، لكن في المتسلقين حوالين السلطه، في طبعا المنافقين هنا وهناك، في اللي ماسكين الاعلام الحقيقي الخاص، ودي قوه ماليه كبيره، وزي ما كنا بنقول القوه الماليه كبيره مصلحتها انه خلونا مع النظام، يعني ايه اللي يرضي النظام، وكل واحد بيبحث ايه اللي يرضي النظام صحيح، وما بيجيلوش توجيه مباشر، ما بيجيلوش امر مباشر، قولوا كذا او ما تقولوش كذا، فبيحاول قدر الامكان للتقرب من النظام انه يبالغ في نفاق النظام، او يبالغ في التعبير عن حب النظام. وعلى اي حال الجو اللي يتيح ذلك كمان الاجماع الشعبي اللي يكاد يكون عام على الحكم بعد 30 يونيو، في اجماع شعبي عام. الرئيس السيسي لما راح نيويورك ما راحش بال 97% اللي خدهم في التصويت، ده راح انا على ما اعتقد ب 107% جديده، بنسبه تصويت جديده 107%. ايه ال 107% دي؟ انه لما 64 مليار بدل ما كانوا 60 زاد ال 4 مليار دول اللي يمثلوا ال 7%. ف ده بيلقى قبول شعبي وحماس شعبي لا تستطيع ان تتجاهليه، واي قوه معارضه للنظام في الوقت الحالي في عندها صعوبه كبيره في التعبير عن رأيها وفي أن تجد قبول لرأيها المعارض. كل دي عوامل يعني تساعد على ما نراه من إعلام اللون الواحد، إعلام الصوت الواحد في الوقت الحالي. في مجموعات وقطاعات من الشباب اللي هم مش إخوان، وشباب من اللي شارك في 25 واللي شارك مش اخوان صحيح، ولا الاخوان دايما يقول انا مش اخوان انا مش شارك في 25 وشارك في 30 وعنده سقف عالي جدا من الطموحات والاحلام، ودايما الشباب بيبقى حاسس ان هو عنده رؤيه وبس، لو انتوا تسمعوا الكلام ده هيبقى حلو قوي. ساعات الرؤيه دي بتبقى صح، وساعات لو اصطدمت بالواقع اللي فيه تحديات كبيره جدا يعرف ساعتها ان لا في مشكله، لكن برضو الشباب ده مش عاجبه الحكاية دي، بيقول لك هي فين الدولة اللي بتقول ان الدولة دي فيها كتلة شبابية كبيرة؟ فين الشباب اللي على الساحة؟ فين الرؤى الشبابية اللي موجودة؟ ده فين؟ الخطأ بدأ في 25 يناير في واقع الأمر، وبدأ من ناحية من الشباب أنفسهم ومن ناحية من الحكام. الشباب على ما أعتقد خاصة اللي طلع في 25 يناير، وطلع في 25 يناير وحلمه انه غير وزير الداخلية او بحد اقصى تتغير الوزارة، ولقى صوته مع الوقت قدر يسقط النظام، زاد اولا ثقة في نفسه، والبعض حصل له شيء من الغرور برضه كمان، والبعض كثير من الغرور الحقيقي، والبعض بقى طبعا في امثلة يعني. فدول من ناحية حسوا انهم ممكن يعملوا شيء مهم جدا في البلد وما قدروش يعملوه. من ناحية تانية طبعا كانت السلطة يعني هم اولا عملوا تنظيمات عديدة جدا، اظن كان عددها بتاعت الشباب لوحدهم من غير توجيه يمكن 120 130 كمان 130 تنظيم. ولما اتدخل المجلس العسكري وحب ينشئ التنظيمات التابعة ليه مباشرة، واذكر في 2011 في ليله من الليالي كان المجلس العسكري داعي المنظمات الشبابيه الى اجتماع في نادي الجلاء في مصر الجديده، وال 48 ساعه اللي قبل عقد المؤتمر يبدو انه حصل شك في انه المجتمعين من الشباب دول هيدوا المجلس العسكري تأييد المطلوب. فالمجلس العسكري أوعز إلى مجموعات أخرى حتى بلغ مجموعات الشباب في ذلك الوقت يعني بعد 4-5 شهور من الثورة أقل قليلا من 300 تنظيم.
المجلس العسكري إذن خرب هو الآخر في الشباب. سيبك من الفترة الماضية، في حديث طويل عريض فيها، إنما لما نيجي النهاردة لما ابتدينا نقول للشباب لازم ياخد موقعه، نسبة الشباب مش عارف في المجالس المحلية يبقى كام، عيننا بعض الشبان في مناصب نواب وزراء مساعدين للوزراء. عندي مفاجأة بكرة، ان القرار بتاع رئيس الوزراء لم يفعل حتى الآن، لسه جاري تنفيذه. يعني هو أصدر قرار بتعيين 4 من 2 ل 4 في كل وزارة، حتى الآن واحنا بندور انا وفريق عملي ما لقيناش لسه ان تم اختيار شخصيات بعينها. هو يعني المشكلة سهل قوي، هيختاروا طبعا شخصيات اكيد يعني، انما مش المشكلة اختيار شخصيات، ومش المشكلة عددهم كام، المشكلة صلاحياتهم هتبقى ايه. لان احنا شفنا مثالين، خالد تليمة وباسل عادل من الشباب الثورة المعروف، اتعينوا مساعدين ولا نواب وزراء مش عارف نواب، وبعدين خالد تليمة استقال وباسل عادل استقال، وده اظن استقالته كانت واضحة ولسه انا متذكر بيقول فيها انه ملياش صلاحيات، او كانت ليا صلاحيات قبل تعيين وزير الشباب الحالي خالد عبد المهندس، بعد تعيينه ضم الوزارتين مع بعض، سحب مني الصلاحيات اللي كانت موجوده عندي. فايه الصلاحيات بتاع دول؟ يعني احنا مش عايزين مناظر شباب، بس نعين شباب باسمنا، عيننا 4 شباب في كل وزاره، وعيننا مساعد ولا عيننا نائب، المهم ايه الصلاحيات بتاعتهم، والمهم مؤهلين ولا ايه. يعني مش ضروري ابدا ان احنا النهارده اعين في كل وزاره نائب او مساعد، انا بالعكس انا ضد هذا. انا لازم ااهل اولا هؤلاء الشباب، والشباب اللي بالالوف اللي هيتعين في المجالس المحليه. المجالس المحليه دي يعني قاعد في شيء شبه برلمان في المحافظه اللي هو فيها او في المدينه اللي هو فيها، ده قاعد في الحكومه الحقيقيه على الارض، في الحكومه الحقيقيه على الارض اللي بتدير فعلا شؤون البلد على في الواقع. يعرف ايه عن الحكم، يعرف ايه عن الميزانيه، ويعرف ايه عن وعن وعن، وخفايا بقى المحليات وفساد المحليات ما خدوش، يعني مش عارف ايه التدريب اللي خدوه باسل عادل ولا خالد تليمة، وهم اصلا مؤهلين اكتر من غيرهم. فالحكايه مش حكايه تعيين، حكايه اعطاء صلاحيات وتأهيل قبل اعطاء الصلاحيات وقبل التعيين. التأهيل ده واعطاء الفرص واكساب الخبرة، ناس هتقول هيجي بالممارسة. ما بالتأكيد احنا حتى كإعلاميين لو رجعنا شرايط اول يوم هوا لينا، مش زي بعد سنة بعد 2 بعد 3، في تراكم الخبرة، في تراكم المعرفة، في الثقة في الأداء. تمام. ده هيجي ازاي؟ ما هو لازم يجرب، لازم يدخل، لازم يتحمل مسؤولية. لازم يعني، بس انا بقول الاول اهلوه في دوره شهر ولا دوره شهرين، يعني مش مطالبش بحاجه كبيره يعني، وبعدين اديله الصلاحيه زي ما احنا بنقول، اديله الصلاحيه وسيبه يغلط غلطتين ثلاثه. انا كنت في دبي الاربع خمس سنين اللي قعدتهم في دبي، كل المديرين بتوع المؤسسات اللي في دبي مثال النجاح طبعا في العالم كله، كل المديرين بتوع المؤسسات شبان 28 29 30 في الثلاثينات بالكثير بالظبط. ايه اللي بيعملوه معاهم؟ في الاول بيعينوه ويحطوا جنبه خبير، جنبه اجنبي في احيان كثيره، او غير اجنبي يعني مهم عربي يعني مش من البلد، يحطوا جنبه خبير في المجال اللي بيشتغل فيه ويسيبوه 3 سنين، اخطا في حاجه يدوا له فرصه اولى وفرصه ثانيه، في المرة الثالثة بيتشال على طول المكان. فإذا ده نموذج إن أنا بدي تدريب، وبدي تدريب عملي، يعني بقى عدو على مكتبه يقوم بشغله، وجنبه حد بيديله توجيهات يعني من خلف الستار ولا من قدام الستار، وأديله فرصة للخطأ بالتأكيد مرة واثنين وثلاثة، في الثالثة أو في مرة أخيرة على طول مع السلامة مع السلامة مع السلامة من مؤسسات الدولة كلها، خاصة لو كان في فساد في احنا عايزين
يعني انا عايزه صدق النوايا، يعني ممكن تكون نوايانا كلنا صادقه، ممكن رئيس الحكومه، ممكن رئيس الجمهوريه يبقوا عايزين تمكين الشباب وعايزين الشباب يتقل. بس ناس ثانيه تقول لهم هو احنا ناقصين يعني، بس احنا اصل احنا الامن القومي بتاعنا مهدد وعندنا مشاكل مش محتاجه فلسفه، البلد بتغرق، خلونا بس نعدي بالمركب بالناس اللي عارفين يدروها كويس وبعدين تبقى الشباب دي تيجي بعدين، وتبقى كل مره كل جيل بتاخر عن الجيل اللي بعديه. يعني عايز بس اسال مين اللي بيدروها كويس؟ يعني الناس اللي عندهم خبره اللي قدروها في الماضي يعني؟ ما هو نتيجه ادارتهم في الماضي البلد خربت وقام عليها ثوره على الحكم اللي كانوا ماشيينه. يعني بلاش هم الشباب يعني يبقى دوله العواجيز؟ انا طبعا من العواجيز، انما هل اقبل انا او مفروض ان انا اقبل منصب في الوقت الحالي وانا في هذا السن؟ لا خلاص، يعني في جيل ادى دوره واخطا او اصاب، ده خلاص مش وقته، جه الوقت لجيل اخر. الجيل اللي قبل كده عموما في وجه الاجمال يعني اعتقد انه فشل، اذا ندي فرصه لاخرين. لما اي حد فينا، وهبدا بنفسي يعني عشان ابقى بتكلم عن نفسي عشان ما حدش بيقول ان انا بتكلم عن حد اخر، يعني انا قررت النهارده ان انا وفريقي نبدا نعمل سكريبت لهذه الحلقه واطلع اقول على الهواء اللي انا عايزه اقوله. قلت حاجات صح او قلت حاجات غلط، هو مين اللي بيحاسبني؟ مين اللي بيقول لي ان اللي انت عملتيه ده كان صح او اللي انت عملتيه ده كان غلط؟ هيتقال يعني ايه؟ يعني انتوا عايزين سلطه تراقب حرية الإعلام في مصر؟ لا، ناس تانية ممكن تقول لا، عايزين سلطة تراقب فوضى الإعلام في مصر. يصح هذا الكلام أو لا يصح؟ اللي بيراقبنا كلنا أولا المشاهد الحقيقة، يعني صحيح عندنا مدير محطة وممكن يفصل وممكن يعين وممكن يخصم وممكن، إنما الحقيقة الرقيب الحقيقي هو الرأي العام، والرأي العام وجهات نظره معروفة عادة يعني ولا تخطئ. الرأي العام لما بيقر انه مذيع او مذيعة عامل شغله كويس او عامل شغله مش بشكل مش لائق، على طول بيبقى هذا الرأي على ما اعتقد هو الرأي الحكيم والصائب. انما على اي حال كل ده لازم يتنظم، والدستور بينظم ده وبينص على قيام مجلس أعلى لتنظيم الصحافة والإعلام، وبينص على مؤسسة لإدارة الصحف القومية، وبينص على أنه الإذاعة والتلفزيون الدولة تكون إذاعة وتلفزيون دولة فعلا مش إذاعة وتلفزيون حكومة، يعني يكون مستقل. القوانين دي كلها اللي منصوص عليها في الدستور بتنص على تحديث إدارة المنظمات دي كلها واستقلالها كلها، وبتنص على الثواب والعقاب. والثواب والعقاب اللي حاليا بتمارسوا السلطة علينا، من المفروض بعد قيام هذه المنظمات اللي بينص عليها الدستور انه الثواب والعقاب ده نقرره نحن بأنفسنا. ده اللي احنا يعني الإعلاميين بيعملوه في الوقت الحالي. عارفة ان في مجموعة عمل مشكلها بقالها فترة، حضرتك احد اعضاء هذه المجموعة، بتشتغلوا على ايه يا استاذ حمدي؟ والتنظيم ده هيطلع للنور امتى؟ يعني فكرة يعني في خريطة المستقبل في شيء لا ينتبه اليه الكثيرون، ان هناك احد بنود خريطة المستقبل ميثاق شرف اعلامي. انا الحقيقة مش مستريح انه في خريطة المستقبل ميثاق شرف اعلامي، مش مستريح بمعنى انه ارجو انه السلطة ما يكونش رأيها محدود بانه الصحفيين والاعلاميين يحكموا بميثاق شرف اعلامي، لانه لو كان ده تصور السلطة ان كل اللي عايزينه من تنظيم الاعلام ميثاق شرف اعلامي ما تبقاش بشرة خير يعني. المطلوب اكتر من كده بكتير. ولذلك الدستور لما بيقول المجالس دي تقوم، مش معنى كده انه ما قالش امتى هتنفذ، امتى هتقوم.
وما احناش عارفين اذا كان السلطه عايزه الكلام ده يحصل النهارده ولا يحصل بكره. صحيح الرئيس السيسي طلب من الاعلاميين انه يعيدوا تنظيم مهنتهم بسرعه، واظن احنا ما يسمى بالمبادره المصريه لتطوير الاعلام اللي انا بقى اتشرف يعني بان انا الامين العام بتاعها، كنا اول من بادر الى دعوه الكل الحقيقه من الاعلاميين المعنيين الى الاجتماع عشان يقوموا بتنظيم هذه المهنه بانفسهم ويضعوا القوانين بانفسهم ويقولوا يحاسبوا انفسهم بانفسهم. وبدينا يعني بدينا الحقيقه من كام شهر، وعملنا احنا الاعلاميين من ناحيه اظن اعتقد ان احنا اكثر سرعه من الصحفيين، بالرغم ان الصحفيين عندهم نقابه وعندهم مجلس اعلى للصحافه والى اخره. احنا على اي حال النقابه بتاع الاعلاميين في الوقت الحالي قربت اظن في خلال اسبوع او اسبوعين هتشهر، وده هيبقى بدايه طيبه جدا انه هيكون في كيان بيعبر عن الاعلاميين. احنا الحقيقه مش عايزين نبحث عن المزايا بتاعتنا، احنا عايزين نبحث عن قواعد للمهنه ما تكفلش مصالح الاعلاميين لوحدهم وانما تكفل مصالح الجمهور بالدرجه الاولى. صحيح. بمعنى الجمهور ده اصله مستهلك للمهنه اللي احنا فيها، مستهلك الاعلام. في جمعيات كتيرة أظن منهم جمعية شهيرة لحماية المستهلك، إنما دي كلها بتبحث عن حماية المستهلك اللي اشترى بضاعة غلط أو سلعة غلط. ما احنا برضو بنقدم سلعة وفيها كتير من الأخطاء، وأخطاء في حق المستهلك، والمستهلك ما عندوش طريقة يحصل على حقه مننا. فهذه القوانين الجديدة لازم فيها حماية المستهلك اللي هو القارئ والمستمع والمشاهد. احنا وضعنا مسودات قوانين متعددة، واعتقد ان احنا وصلنا الى صيغة اخيرة، بس احنا الاعلاميين لوحدنا لازم نجتمع مع الصحفيين، وهيبقى في اجتماعات قريبة في لجنة البعض عايزها تكون 50 واحد. على اي حال احنا دلوقتي عندنا 12 واحد بيمثلوا الاعلاميين في البلد، بيمثلوا نقابه الاعلاميين، بيمثلوا اتحاد الاذاعه والتلفزيون، بيمثلوا القطاع الخاص، القنوات المستقله بين قوسين. ونرجو ان احنا على اي حال، انما ده يعتمد برضه على الدوله، احنا هنحط مشروع قانون. ومشروع القانون ده لازم بعد كده يجاز، يا اما يجاز من البرلمان الأول، نقول يا إما يجاز من السلطة القائمة اللي عندها سلطات البرلمان، اللي هو رئيس الجمهورية اللي يمتلك السلطة التشريعية، متحمس هو ولا مش متحمس ما احناش عارفين للسرعة يعني في إصدار هذه القوانين، و أو ننتظر البرلمان. إنما المهم نكون احنا جاهزين بأوراقنا، وبعد كده مشروع متفق عليه بين جميع الإعلاميين والصحفيين على ما نرجو. ودي مشروع مشترك ما بين الاعلام المرئي وما بين الصحافه ايضا، يعني الاعلام المرئي حكومه، يعني الاعلام الدوله والاعلام الخاص، لان هم ثلاث قوانين الحقيقه في المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام والصحافه، ده بيتعلق بتنظيم مهنه الاعلام والصحافه كلها. وفي مؤسسه معنيه باداره الصحف القوميه، وهنا طبعا في مشكله، الصحف القوميه دي هيبقى مستقبلها ايه؟ هتتباع، هتفضل، هتتوحد، في يعني اكثر من احتمال. وفي مؤسسه الاذاعه والتلفزيون الرسميه، اتحاد الاذاعه والتلفزيون، هيبقى شكله ايه بعد الاستقلال المفترض؟ الاستقلال لا يستقل عن الحكومه، يبقى جهه بتمثل راي الناس، الشعب، مش كل التفاصيل اللي حضرتك يا استاذنا بتقولها يمكن تكون يعني دي عناوين رئيسيه لتفاصيل كتيره جدا، بس هذه التفاصيل تفاصيل مهمه جدا، لان في جزء منها هو بناء مؤسسي لاداره المشاكل اللي بيعاني منها الجمهور الان. يعني اذا كان حضراتكم ليكم تحفظات على ادائنا وعلى اداء الاعلام بصفه خاصه، لابد من ان احنا ننظم ده، هي مش هتبقى كلام او محاولات شفويه، لازم اطار مؤسسي توضع فيه القواعد زي ما حضرتك تفضلت، واحنا قررنا ان احنا نضع القواعد، واحنا هنقول كمان ازاي نحاسب نفسنا عشان ما حدش يقول في الاخر بتحاسبوني ليه. انت ساهمت ووضعت افكارك في
وضع العقوبة اللي انت شايفها لنفسك. اسمح لنا أستاذنا ناخد فاصل قصير ونعود بعده لهذا الحوار مع الإعلامي الكبير الأستاذ حمدي قمر. متواصلين مع حضراتكم في هذا الحوار مع الإعلامي القدير الأستاذ حمدي قنديل. الجزء الأول من الحوار خصصنا جزء كبير منه للحديث عن هموم الإعلام، لأنها بالتأكيد بتشكل أحد أدوات الحل وأحد المكونات الرئيسية للمشهد العام في مصر. لكن هاخد الأستاذ حمدي قنديل إلى المشهد العام في مصر. بالتأكيد أن هذا المشهد يتسم بسمات، هناك جملة من التطورات تحدث منذ فترة وتحديدا منذ انتخاب الرئيس السيسي. هناك علامات ربما يراها الأستاذ حمدي قنديل تؤكد أننا بدأنا على الطريق الصحيح، وهناك بعض الملاحظات التي ربما يرى الأستاذ حمدي قنديل أنها يمكن أن تجعل الطريق صحيحا حتى النهاية. كيف ترى المشهد؟ أنا بأرى أنه في، مهما كانت أرائنا يعني، أنه في دفعة كبيرة حصلت في زيارة الرئيس للأمم المتحدة للولايات المتحدة عموما، وشايف أنه ده الرئيس بقى أكثر ثقة بنفسه وبناسه كما أعتقد، والناس أصبحوا أكثر ثقة برئيسهم. لا أنا مش هحاول طبعا المسألة الحديث عن نيويورك وحديث عن الأمم المتحدة، أنتوا يمكن أكيد اتكلمت فيه. الإعلام بقاله كام يوم مركز بشكل كبير جدا. إنما برضو لأني شايف إنه دي نقطة تحول مهمة جدا في علاقتنا بالمجتمع الدولي وفي داخل مصر، وأعطتنا ثقة أكبر في أنفسنا عما كنا عليه في السابق أعتقد. لأن إحنا أول امبارح شفنا سيسي جديد، شفنا رئيس مختلف. احنا متعودين نشوف الرئيس العاطفي اللي انتوا فعلين الاثنين وكلام من هذا القبيل. لغة خطابه في الأمم المتحدة كانت مختلفة، دي ملحوظة من قالها ناس كتيرة جدا. يعني الحقيقة شيء شفنا حد تاني، كما لو كان في حد تاني بيتكلم. عارف طبعا النغمة المناسبة في المكان المناسب هي كده، وألقى خطابه بشوية بكثير الحقيقة من الحسم والحزم والجدية الشديدة، ويمكن اضطروا لهذا انه الوقت 14 دقيقة برضو ادت له، ضغطت عليه عشان، ولو انه يعني في بداية الخطاب برضو العاطفة رجعت تاني، اللي ما فيه رجع تحيا مصر تحيا مصر، ما هيش مألوفة دي في الأمم المتحدة على ما أظن، ما فيش حد رئيس طلع هتف باسم بلده يعني. إنما هو تفادى دي على طول وقال والشعوب شعوب الأرض يعني المحبة. كان في لحظة يعني بسرعة أنا مش في مصر أنا في الأمم المتحدة. يعني كان حيفلت منه زمام فتدارك الأمر وشعوب الأرض المحبة للسلام. الخطبة طبعا كان فيها حاجات زادت ثقة الناس أولا برئيسهم، وشافوا الفيل، احنا عارفين طبعا ده راجل مخابرات وقائد عسكري وإلى آخره، عارفين يعني انه شخصية جامدة يعني. إنما اللي كان بيظهره من عواطف كان وبيلقى قبول كبير لدى الناس. أنا خوفني أنا شخصيا إنه يطلع في الأمم المتحدة يقول أقول تاني أو يعني اللازمات المعتادة دي، إنما فوجئت الحقيقة فكان خطاب موفق للغاية، يمكن هو أهم خطاب لي في الأمم المتحدة. هو لما يرجع هيكلمنا باللغة بتاعت الأمم المتحدة ولا هيرجع للغة العاطفية؟ والله أنا أرجو أنه يستنى على لغة الأمم المتحدة، يمكن الناس طبعا تحب، يمكن اللغة العاطفية هو شايف أن هي دي اللي احنا بنفهمها وبتأثر فينا. إنما على أي حال لما شفنا الوجه الثاني عجبنا برضه، يختار اللغة اللي تعجبه بقى، فإنما المهم يأدي الأداء اللي يعجبنا، مش الكلام يقول لنا الكلام اللي يعجبنا. فالخطبة بتاعته في الأمم المتحدة واستقبال العالم ليها ده اللي زود عندنا، أنا زود عندي الثقة بالنظام
الرئيس وبالمستقبل المفروض للبلد. وما كانش محتاج الضجه اللي اتعملت دي كلها على فكره يعني. ما كناش مستنيين راي العالم يعني. ولا مستنيين كم مظاهره اللي اتعملت قدام الامم المتحده دي ولا الناس اللي سافروا من هنا اللي ما اعرفش مش عارف رجال اعمال على فنانين على ايه على ايه. يعني ما اعرفش راجل انا ما كنتش متفق انا والاستاذ حمدي على فكره. انا قلت جزء من الكلام ده في المقدمه بس ما اتفقتش مع الاستاذ حمدي ان احنا الاثنين هنقول ده النهارده. لا بس انا ما شفتش الجزء ده من المقدمه على اي حال. لا الحقيقه ما كانش مطلوب، لان يعني الظاهر احنا كلنا كان عندنا حاله توتر، خايفين انه الرئيس لا يستقبل الاستقبال اللائق هناك. صحيح. او يمكن يكون الاخوان هينظموا مش عارف ايه وايه وايه. فحصل عندنا حالة توتر وشحن، فالشحن بس زاد عن اللازم شوية، شحن إلى درجة إن احنا نشرت الصحف هنا أو أنا شفتها في عدد من المواقع صور اللوحات الإعلانات اللي كانوا شايلينها الناس في نيويورك، زي ما احنا بنثبت إن احنا اللي قعدناها هنا في القاهرة، وفي عدم ثقة شديدة كانت بالجالية اللي موجودة في أمريكا. الجالية اللي موجودة في أمريكا دي جالية محترمة وفي منهم طبعا المعارض وفيهم المؤيد، لكن ناس متحضرين يعني وبيعرضوا بتحضر برضه حتى لو عرضوا يعني. وما اظنش الكام واحد اللي راح من مصر هو اللي زود المظاهرات دي، يعني زادت 10 ولا زادت 20. وبعدين اللي راحوا دول راحوا هل مكانهم الشارع يقفوا يتظاهروا؟ يعني في ناس مثلا حسين فهمي النجم الكبير حسين فهمي، هل دوره انه يقف ماسك علم؟ لا، انا بعتقد ليه دور اهم، التواصل مع الراي العام الامريكي. بالظبط، وهو يعرف صانية. امريكا كويس ودرس في امريكا كويس وانه يلتقي بالابناء مهنته ويعملوا ندوه يعملوا شيء. صحيح. ده دور اهم قوي من دور وهذه اللغه التي يفهمها الراي العام الامريكي او الراي العام الغربي بصفه عامه. صحيح. يعني هو يفهم لغه التواصل والشرح. صحيح. ولا يفهم لغه الشعارات. صحيح. كثيرا يعني. صحيح. الصحافة يعني مندوبين الإعلام اللي كانوا موجودين هناك قاموا بمهمتهم زي ما بيقوم أي مندوب في مهمة مماثلة، ولو أنه النهاردة الدكتور عمرو الشبكي كاتب مقال مهم في المصر اليوم بيقول فيه أنه التغطية الإعلامية لذات الرئيس إلى نيويورك فكرتني بالتغطية الإعلامية بتاع عصر مبارك كله. مش ده المهم. طبعا الدكتور عمرو الشبكي معروف من المناصرين الاشداء للنظام الحالي. مش ده المهم، انه بيقول دور يمكن كان بيشير مش للي راحوا من مصر، بيشير الى المراسلين المقيمين في الخارج المصريين. دورهم مش انه يبعت اخبار ويقول والله ده الرئيس سقفوا له في ولا ما سقفولوش في الجمعيه العامه. دوره انه يفهم اللي بتقوله الصحافه والاعلام الغربي ويعرفنا بيتقال عننا ايه وليه ونرد عليه ازاي. صحيح. ده دور المراسلين. يعني لا نبرز بعض النقاط الايجابيه والمضيئه احيانا واحنا بنحاول نفهم الراي العام ده بيقول ايه وبيفكر في ايه، يبقى عندنا فرصه ان احنا نفهمه او نرد عليه باللي هو عايز يفهمه. صحيح. بس على اي حال من حسن حظنا انه الخطاب مكتوب كويس. انا ما اعتقدش انه في فرد واحد كما كانت عاده الرؤساء من قبل انه فرد واحد كاتب الكتاب، وإنما على ما أعتقد المعلومات المتوفرة على الأقل بتقول إنه في مجموعة عملت، سواء كانت مجموعة أو لا، سواء كان الرئيس السيسي هو اللي حط النقطة الرئيسية للخطاب أو المجموعة، على أي حال كان خطاب كويس ويهنأ. قال جمل كتيرة وعبارات قوية، لكن فضل يرن في دماغي أنا شخصيا امبارح طول الوقت مصر الجديدة دولة ديمقراطية مدنية. يعني صحيح. هذه جملة يعني في غاية الأهمية. صحيح. في غاية وأعتقد أن المجتمع الدولي كمان يفهم هذه اللغة. يعني صحيح. حينما يتحدث رئيس عن دولة مدنية ديمقراطية. صحيح. هذه لغة يفهمها العالم. صحيح. كان خطاب رئاسي وشفنا الرئيس في شاسيه رئاسي دولي. أنا برضو أنا لفتت طبعا كل واحد من الناس لفت نظره نقط كثيرة، وما اعتقدش انه ده يمكن هنقول كلام جديد فيه يعني. انما انا لفت نظري كلمة بتاع الاقتصاد الخاص، كان بيقول انه
انه نسعى للوصول الى اقتصاد سوق حر. حر. ماشي. بس ايه هو السوق الحر ده؟ انا بتوغوش دايما من حكاية السوق الحر. مش لان يعني من انصار مرتبط في اذهاننا شوية بالرأسمالية. فكرة الرأسمالية لسنوات طويلة. انا مش من انصار يعني الاقتصاد الموجه يعني. ما عادش في مجال النهاردة الاقتصاد موجه. لا المنافسة. انما طبعا ما في شك انما دور الدولة مهم في بلد فيها فقر. وضروري فيها تنمية. وخاصة مراعاة للعوز كما يسميه الرئيس. الاقتصاديات اللي اعتمدت بشكل كبير جدا على فكرة السوق الحر والرأسمالية بدأت تعدل الآن في العالم كله لأنها أهملت لسنوات فكرة العدالة الاجتماعية. فسموها الرأسمالية المتوحشة. الآن بيتم العدول عن هذه السياسات في دول كتير للاهتمام بالبعد الاجتماعي. فأنا الحقيقة بقى عايز أعرف هو الاقتصاد الحر ده فأن واحد في دول. وطبعا يمكن ما كانش في وقت عند الرئيس طبعا في خطاب زي ده او يمكن قال انه ده مش موضوع اتكلم فيه مع الاجانب ابقى اتكلم فيه في مصر. نرجو انه يكلمنا فيه في مصر بعد ما يرجع. ايه هو الاقتصاد الحر او ايه هو الخط الاقتصادي اللي هتسير فيه مصر في المستقبل؟ احنا صحيح قلنا عارفين انه الرئيس ما كانش له برنامج واضح. وبدات بعض المعالم تبان. إنما بعد تجربة الرئيس في الميت يوم اللي فات دول أظن هو في موقف دلوقتي يستطيع أن يضع فيه توجيهاته أو فكره بالنسبة للاقتصاد وغير الاقتصاد في السياسات في البلد عموما. هناك دولة وهناك دفعة قوية الآن. في حاجة مخوفة حضرتك في المشهد في الطريق في الحركة في الإيقاع؟ لا انا لن احذر منه شويه العلاقات مع امريكا. وما اعتقدش يعني انا هعلم هقول للدوله حاجه جديده في هذا الموضوع. انا اعتقد ان الرئيس متنبه وزاره الخارجيه المؤسسه العتيده اللي ادارت السياسه الخارجيه عمليا يعني يمكن ما خططتش السياسه الخارجيه وانما ادارتها على الاقل بشكل محكم وفقا للتوجيهات اللي كانت بتجيلها طول السنوات اللي فاتوا. في خبره عندنا بالمجتمع الدولي. ومع ذلك يظل الحذر من ما عرفناش صحيح نتيجة الاجتماع. ما زال يعني لم يتم على أي حال نتيجته. يعني مش عايزة فزلكة كبيرة ان احنا نتنبأ بأنه حيبقى اجتماع لطيف وحيتقال فيه كلام لطيف وحيوعدونا يمكن مرة ثالثة بالأباتشي تجينا العشر طيارات اللي تأخرت وال 700 مليون على 700 مليون اللي متأخرين من المعونة. كل ده اظن هيتقال كلام لطيف في هذا الاجتماع يرضي الجانبين. انما اظن برضو انه الرئيس هيبقى وهو حريص على السياسه علاقات متوازنه جيده جيده مع الولايات المتحده الامريكيه. اعتقد انه هيبقى مضطر هيبقى يمكن عايز يقول بحسم بعض النقاط زي ان احنا هم مديونين لينا في واقع الامر. احنا قمنا باللي علينا في جوانب كتير. هم اللي عاملين قصه داعش وقصه القاعده وقصه الارهاب ده كله هم مصدره الولايات المتحده الامريكيه والسياسات الاستعماريه بتاعه الغرب عموما وتدخلهم في العراق وعدم حلهم لمشكله فلسطين وتاريخهم يعني اسود. فما اعتقدش الرئيس في موقف ضعيف في هذا الاجتماع. وبعدين نصروا علينا الإخوان المسلمين وأيدوا الإخوان المسلمين طول السنوات الماضية ويمكن لسه بيؤيدوهم في حدود غير معروفة في الوقت الحالي ولم يشاركونا في حربنا على الإرهاب بأي شكل من الأشكال وتقاعسوا عن تسليمنا. أنا استلطفت قوي الرد بتاع الرئيس في حديثه مع البي بي اس الإذاعة العامة الأمريكية لما بيسألوا هتشاركوا إلى حد إيه في الدنيا قال لهم ادوني طائرات وأنا شارك يعني. لا وفي تعبير بعض الصحف نقلته كان عنده لقاء مع الإعلاميين الوفد الإعلامي اللي مسافر معاه قال لهم للأمريكان سيب ونسيب يعني فالتعبير برضو لا يعني احنا أنا على ثقة من هذه الناحية إن احنا الدولة بتتعامل مع الولايات المتحدة بالحذر الذي يتوجب علينا أن نتعامل به.
طيب احنا معانا هاتفيا الكاتب الصحفي الكبير الاستاذ صلاح عيسى، واعتقد انه بيشارك في المجهود اللي حضراتكم بتقوموا بيه الان لايجاد قواعد تحكم ببساطه شديده، يعني قواعد تحكم هذه. صلاح عيسى قطب بقى من اقطاب هذه المجموعه، وطبعا له خبره كبيره بالمهنه وبالعمل النقابي لفتره طويله. صحيح. مساء الخير استاذ صلاح. اهلا، مساء النور يا فندم. اهلا وسهلا يا فندم، ازاي حضرتك؟ اهلا بيك، الحمد لله. ايه الكلام التاني اللي حضراتكم هتقدموه خلال الفتره؟ انا للاسف مش سامع، للاسف الشديد الصوت مش سامعه، فيه يعني دوشه كده في السماعه، مش سامع الصوت كويس. طيب يا جماعه، ممكن احنا عندنا هنعاود الاتصال تاني يا استاذ صلاح، لان واضح ان فعلا في مشكله في الصوت. تابعت يعني مما يتابعون اراء حضرتك يعني بشكل مستمر، اعربت عن حزنك الشديد لقرار يسري فوده ان يكون الاسبوع الماضي هو اخر اسبوع له في برنامجه، اخر كلام. خساره فادحه. خساره فادحه للاعلام المصري، ركن مهم من اركان الاعلام الموضوعي اللي بيبحث عن قضايا، بيبحث في قضايا الحريات وبيمثل الرأي العام إلى حد كبير. لكن على أي حال استريحت شوية لما فهمت إن دي استراحة محارب، يعني هيقعدوا 3-4 أشهر بتاع، يستحق أجازة بعد التوتر بتاع كام سنة اللي فاتت. أستاذ يسري بيعمل كده دايما، ياخد استراحات كده، بياخد استراحات كل شويتين، ما يجراش حاجة. كلمته حضرتك أو هو كلم حضرتك؟ لا والله الحقيقة ما أتيحتش لي الفرصة إن أنا أكلمه امبارح يعني. لكن حضرتك شايف ان ما يقدمه الاستاذ يسري فوده كان يمثل اعلاما موضوعيا ربما نفتقده اذا ما قرر ان ياخذ نموذج ويصعب تكراره، لان تجربه يسري في حياته المهنيه الحقيقه مختلفه عن كتير من الاعلاميين. وعمله كمراسل، لان احنا بنقوم بعمل صحفي بس على الشاشه، عمله كمراسل مقيم في الخارج في اوقات كتيره اداله خبره كان كبيرة. بيعمل اصعب انواع الاعلام، التحيات التلفزيونيه دي من الحاجات الصعبه جدا، يعني اظن كلنا بنفتكر شكله لابس البلطو سري للغايه، ماشي سري للغايه وماشي في شوارع وحاراته. هل ظلم يسري فودة في الفترة القليلة الماضية؟ هل مورست عليه بعض الضغوط النفسية من وجهة نظر حضرتك لأنه قرر أن يقول ما يعتقد أنه الصواب؟ كل واحد بيحاول يقول ما يعتقد أنه الحق بتمارس عليه ضغوط ما من جهات ما. إنما على أي حال يذكر لسويرس أنه نجيب سويرس أنه قال أنا مش هأصدر أي قرار بنفسي بإيقاف برنامج، ده الكلام ده كان من عدة شهور، برنامج يسري فوت. طيب عاد إلينا مرة أخرى الأستاذ صلاح عيسى الكاتب الصحفي الكبير. مساء الخير يا أستاذ صلاح مرة تانية. أهلا بك يا فندم، مساء الخير يا أستاذ رشيد. سامعني كويس دلوقتي؟ الحمد لله. لا أسمع صوتك، مبروك البرنامج الجديد. شكرا يا فندم، ربنا يخليك يا رب، وإن شاء الله تشرفني في هذا البرنامج لأن حضرتك يعني أستاذنا وإضافة كبيرة لنا جميعا. أستاذ صلاح، كنا بنتكلم مع أستاذنا الأستاذ حمدي قنديل عن إطار ما يتم العمل عليه الآن من جانب الإعلاميين، سواء كانوا من يعملون في مهنة التلفزيون أو الإذاعة أو أيضا مع الزملاء الأفاضل الصحفيين. ملامح هذا الإطار يمكن أن تحمل كلام تاني خلال الفترة القادمة يقال عن الإعلام المصري؟ أولا تحياتي للأستاذ حمدي قنديل. أهلا بيك. أهلا بيك. هو الحقيقة طبعا حمدي طبعا يعني طرف أساسي في هذا الموضوع، ويستطيع أن يضيف الكثير إلى ما يمكن أن أقوله. يعني إحنا بشكل عام أمام محاولة بذل المشتغلين بمهنة الإعلام بمختلف أنواعه لوضع ما يمكن تسميته بقوانين أو مشروعات أو اقتراح بمشروعات قوانين مكملة للدستور فيما يتعلق بالمواد الخاصة بحرية الصحافة والإعلام الواردة في تعديلات 2014، لأنه في الواقع هذه التعديلات جاءت
بجديد بكثير من الجديد، جديد كثير يعني لم يكن معروفا من قبل في الدساتير المصرية السابقة، سواء من حيث السعي أو يعني النص على استقلال الإعلام وحرياته، فضلا عن النص على إلغاء العقوبات السالبة للحرية في كل جرائم الإعلام، في جرائم الإعلام اكتفاء بعقوبات أخرى قد تكون الغرامات أو التعويضات المدنية، إنه حظرت تماما إغلاق الصحف وأجهزة الإعلام أو وقفها أو تعطيلها أو مصادرتها بأي وجه سواء كان قضائيا أو إداريا، نصت على استقلال الإعلام القومي اللي هو الإعلام المملوك للدولة سواء كان تلفزيون أو إذاعة، أعطت الحق للصحف الصدور بالإخطار، وطبعا في القضائيات هتبقى بالترخيص ولكن على نحو ينظمه القانون. أنشأت ثلاث مجالس مفروض أن هي تحل محل وزارة الإعلام وتحل محل مجلس الشورى وتحل محل الهيئات التي كانت بتدير الإعلام قبل ذلك، بحيث تكون هذه المجالس مجالس مستقلة تماما عن كل السلطات وتشكل من شخصيات عامة وشخصيات مشتغلة بالمهنة على نحو يعني يحقق استقلال تحرير الإعلام المصري من الهيمنة الحكومية والتدخل الحكومي الذي كان سائدا في الفترات السابقة. احنا كإعلاميين بنشتغل بهذه المهنة سواء في الصحافة او في التلفزيون او في الصحافة الإلكترونية، نحاول ان نسوق حلمنا في مشروعات قوانين او اقتراح بمشروعات قوانين نضعها بأنفسنا، وبعد ذلك نتمنى ان احنا نجري الحوار حولها مع الهيئات المسؤولة في الدولة سواء كانت السلطة التنفيذية او السلطة التشريعية حين يتم تشكيلها، وعبر هذه المفاوضة ونحاول ان نكسب انصارا لها في الرأي العام، انصارا لها في المجالس التشريعية، انصارا لها في داخل الحكومة، ونحاول ان تتحقق جميعا. لكن في ركن أساسي أشار إليه الأستاذ حمدي قنديل وربما يعبر عن بعض توجهات الشارع المصري، وهو حماية ما أطلق عليه الأستاذ حمدي قنديل حماية المستهلك، حماية المشاهد القارئ السامع الذي يتابع. هناك من يرى أن هناك في إطار ما يسمى بالحرية تم العبث أحياناً بحياة الناس بشكل كبير، بتزييف وعيهم، باختراق خصوصياتهم، هذه أمور ينتقدها البعض. هذا كلام صحيح جدا جدا، وطبعا هو اساس من الموضوع، لان هو في فكره فوضويه سائده احيانا لدى البعض سواء في الشارع او في الاعلام، ان الحريه دي ان كل واحد يعمل اللي عايزه ويقول اللي هو عايزه ويشتم اللي هو عايزه ويكذب زي ما هو عايز والى اخره. طبعا هذه افكار فوضويه لا علاقه لها بالحريه، نحن نتحدث عن إعلام. الإعلام الحر هو إعلام مسؤول في نفس الوقت، هو إعلام يخدم مصالح عامة، هو إعلام بيصون حقوق الأطراف، وإحنا دايما بنتكلم على أن حرية الصحافة والإعلام هي نقطة تماس بين عدة حريات، بين حرية المواطن في أنه يعرف وبين حرية البلد في أن يكفل لها الاستقرار وبين حق الآخرين في أن يصان حقهم في الخصوصية وألا يتعرضوا لعملية ابتزاز أو تشهير تحت دعوى الحرية. وده الفكرة الأساسية اللي بننطلق منها نحن كمهنيين في الإعداد لهذه القوانين، إن إحنا نسوق قوانين نموذج لقانون يمكن أن يكون يمثل الحرية المسؤولة والملتزمة بالمصالح العامة وبالحقوق العامة التي تكفلها الدساتير كلها لكل المصريين. شكرا للكاتب الصحفي الكبير أستاذ صلاح عيسى، وهو قال المفهوم اللي ربما بيقوله رجل الشارع البسيط، الحرية المسؤولة، الإعلام المسؤول، الرأي المسؤول، يعني هذه كلها مصطلحات بيستخدمها عدد كبير جدا من الرأي العام المصري. هعرض على حضرتك أستاذ حمدي بعض الصور، لم يتبقى في حوارنا الكثير، هاخد تعليق أخير من حضرتك على بعض الصور اللي محتاجة تعليق من حضرتك. نشوف معانا أول صورة. مسبيرو التلفزيون المصري.
بالرغم من انه تلفزيون مصر على مدار ال 30 سنه اللي فاتت دول، خلينا نقول بتكلم على تلفزيون واذاعه، بس التلفزيون الى حد اكبر انهار انهيار كبير في هذه السنوات، الا اننا طبعا مش بس مرتبط عاطفيا بالمبنى، انما اعتقد انه يجب الا تفرط مصر في هذا الكنز الكبير اللي لم تحسن استخدامه ولم تحسن ادارته، لانه في كلام في الوقت الحالي في ناس بتقول ما نبيعه احسن، نبيع القطاع الخاص والقطاع الخاص هو اللي تولى الاعلام وبتاع، لا لازم يكون عندنا تلفزيون، تلفزيون دوله، بس تلفزيون دوله لا يماشي تلفزيون القطاع الخاص في ان احنا نجري وراء الاعلانات، ان احنا نذيع برامج الاثاره الرخيصه. لازم يكون تلفزيون مصر له رساله زي الرساله اللي كانت لي في الستينات لما بدا هذا التلفزيون. للاسف صرح عظيم فرطنا فيه تفريط كبير. نشوف الصوره الثانيه، الراحل احمد رجب، وقرات تصريحات حضرتك الحقيقه يعني الله يرحمه. كان اخر لقاء بيننا كان من مده طويله الحقيقه، كان هو اصله اختفى في السنوات الاخيره دي، ما كانش فيه غير التليفون ولا كده، انما كان اخر لقاء يمكن من 15 سنه، من 10 سنين. وكان اخر لقاء التقيته فيه بشكل كان فعلي. كنا في البيت عندنا يعني، كان وكان كنا قبل شم النسيم وبيومين ثلاثه، ودعا كل الموجودين يعني الى ان احنا نقضي شم النسيم مش عارف فين، وبعدين التاني يوم بقى بنكلمه ولا ثالث يوم، فقال لا انسوا 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 الموضوع ده، انا الكلام اللي بقوله بالليل يعني الصبح معايا كلام تاني. الله يرحمه، كان كلمه جريئه ومثابرة عظيمة على مدى عشرات السنين. ما عادش في حد من هذا الطراز موجود في الزمان ده. المثابرة في العمل، مثابرة على العمل حتى مهما كبر سنه. أنا بذكر الحقيقة وليهم عتاب كبير على نادي السيارات إدارته السابقة، كان بعد بقى ما كبر في السن وما عادش بينزل كتير، كان متفق مع نادي السيارات على انه يبعتوا له الغداء على البيت، وبعدين بقى جه مدير للنادي كده ما تفهميش، خد قرار احمق انه ليه نبعت للناس في بيوتهم اكل، ولا بيدفع ثمنه يعني طبعا، انما ليه نبعت اكل للناس في بيوتهم؟ فزعل زعل زعل جامد قوي وقتها، زعل شديد فعلا يعني. قضايا كبيرة قوي ما كانش يعني بيعطيها اهتمام كبير، انما الحادثة دي بالذات اثرت فيه وفضل تعبان لمدة يعني. بس هي تأثر فعلا، لان يعني ايه اللي يتعب رئيس نادي السيارات في ان مواطن، مش بس احمد رجب يعني، احمد رجب هذه القيمة الكبيرة، لكن اي مواطن هدفع ثمن يعني. نشوف الصورة الثالثة، لا دي مش مناسبة للكلام العاطفي بقى. وحشتنا قوي أميرة القلوب. هي على أي حال كانت ولا تزال يعني سند ليا كبير في الـ في الـ احنا متجوزين بقى لنا 22 سنة، أول امبارح كان مرور 22 سنة على جواز. كل سنة وحضرتك أستاذ نجاح، بصحة يا رب. وما قدرتش أدي لها حقها حتى في الكتاب، الكتاب الأخير عشت مرتين، كنت أحب أكتب عنها أكتر، وأحب إنما كان حيكون كله غزل يعني. طب ما نعمل كتاب منفصل كله غزل. لما أفكر في كتابة كتب الغرام هيبقى ده أول كتاب. أول كتاب هيبقى غرامك معنا جدا. هي وحشتنا، وهي زي ما أنا قلت أميرة القلوب بالفعل، وربنا يخليكم لبعض يا رب. الله يخليك. الصورة الرابعة، دي صورة ده في الكتاب. لما بيقعد أستاذ حمدي قنديل مع نفسه، يعني الحديث أو الكلام التاني مع النفس،
بيبقى ايه؟ الانتقاد النفس عادة، يعني مراجعة النفس في في معظم الأحوال. معظم الأحوال ما بيكونش راضي الحقيقة وبيؤرقني دايما حاجات صغيرة، كلمة قلتها بين يعني لما هرجع النهاردة البيت بعد ما بعد الحديث اللي احنا عملناه ده وافتكر احنا قلنا ايه، مش هفتكر منه الا الكلام اللي مش عاجبني، كلامي انا يعني اللي مش عاجبني. وايه اللي مش هيبقى عاجبك يا استاذ حمدي في الكلام؟ معرفش، ده هيجي بعدين. انا دايما براجع الحقيقه كتير نفسي في تصرفاتي وده كويس الحقيقه طبعا. احسن ما حد لما كنت بذيع البرنامج كنت دايما اتفرج عليه لوحدي او مع نجلاء، انما في الغالب برضو كمان يكون لوحدي، واحد بقى افكر في كل كلمه وفي كل ضيف يطلع واقول يعني لو مش كان يبقى فلان احسن، ومش لو كنت قلت كده يبقى احسن، وهكذا. على اي حال انا فكرتني بحد يعني مهم اقول عنه، الاستاذ حافظ المرازي كان كده، لان انا اشتغلت معاه. كان بعد كل حلقاته يحاسب نفسه حساب عسير الى اي مدى عمل كويس، ما كانش دايما راضي عن نفسه. وانا اعتقد انه حافظ من المذيعين الممتازين اللي خسرت طبعا طبعا. يوسف احنا اتكلمنا عنه، بس ممكن نتكلم عنه كمان. طبعا هنقول عليه ايه ولا ايه يوسف؟ نرجو ان المره دي يرجع بصحيح ويرجع قريب، وبلاش دلع بقى. ان شاء الله. استاذ حمدي، كان في سؤال كنت بساله لما كنت بشوف قلم رصاص، هو ليه استاذ حمدي مسميه قلم رصاص مع ان كل اللي بيقوله استاذ حمدي بيسكن في الوجدان على طول وما بتمسحش زي الحاجات اللي بتتمسح بالقلم الرصاص؟ انا طبعا سالت السؤال ده كذا مره يعني وعمري ما اديت اجابه بالظبط. انما لو حبيت اقول لك لاول مره ايه الاجابه اللي كانت ما كنت اعنيه بقلم رصاص، ان احنا يا حنتحاور بالقلم، يعني يا حنتحاور بالفكر، اذا ما تحاورناش بالفكر مش هيكون فيه الا التحاور بالرصاص. ده اللي كان اصلي من ورا الاسم. ده مضمون يعني بيلخص المساله بشكل كبير جدا، فكره العلاقه في المجتمع حتى، يعني اذا لم نتحاور بالفكر فحنتحاور بالرصاص. انما على اي حال ناس كتير كان ليها، وانا كنت سعيد جدا بمعرفه الناس استخلصت ايه من الاسم ده، والحقيقه ما كنتش سعيد بانه ما لقيتش حد اطلاقا قال لي هذا التفسير. انا كنت بحس ان حضرتك يعني كاحد تلامذتك او الجيل بتاعنا، ان حضرتك بتقول كلام داخل في الصميم ومؤثر في الوجدان، فده عاده لما بيجي طالب في المدرسه يقولوا له حل المساله بقلم رصاص عشان لو عملت غلط تمسحه. بس تأثير قلم رصاص بتاع أستاذ حمدي قديم ما كانش بتمسح، ما كانش فيه حاجة. كان في رئيس للإذاعة والتلفزيون أيام ما أنا كنت بشتغل في الستينات، يعني واحد من الرؤساء، كان يمضي أي جواب يجيله أو أي وثيقة يعني بالقلم رصاص عشان يمسحها تاني، عشان بقى يتأكد بعد ما يتأكد إن الكلام ده مرضي عنه ولا إيه، لو تأكد إنه مرضي عنه يمضيه بالحبر. حابة أختم قوي بالمقولة دي لأنها في غاية الأهمية، إذا لم نتحاور، وده يمكن يكون الكلام التاني اللي احنا لازم نسمعه كلنا، إذا لم نتحاور بالفكر مش هيبقى باقي غير الرصاص. يعني هذه دعوة لنا جميعا في هذا المجتمع إلى أن نسعى للتحاور، لأن بالتأكيد محدش يفضل فينا مهما كان اختلافه مع الطرف الآخر أنه يختار الرصاص، إلا إذا كان مش موجود كجزء من هذا الوطن، ولا إيه يا أستاذنا؟ لو برضو لازم الواحد يقول إنه لما حد يحاورني بالرصاص الأول فما توقعش إن أنا هحاوره بالفكر بعد كده. اللي بيحاورني بالرصاص النهاردة ويتصور إن أنا هعمل معاه مصالحة بكرة، أقول له من الصعب جدا إن ده يحصل. صحيح. ومن الصعب جدا إن الشعب يوافق على هذا. صحيح. وكويس جدا ان الرئيس السيسي قالها بوضوح في نيويورك. انا الشعب لا يريد المصالحه في الوقت الحالي. صحيح. اظن قال الكلمه دي بالتحديد كده بالشكل ده. قالها في ايه؟ وقال اذا دخل الاخوان البرلمان باي طريقه من الطرق فان الشعب سيسقط هذا البرلمان. ايوه بالظبط كده. ده كمان. فاللي بيحاورونا بالرصاص بيبادروا بمحاورتنا بالرصاص، لا يتوقعوا ان احنا
هنحاربهم بالفكر، ولو في مننا من يدعو إلى الحرب إلى التحور بالفكر دعوته دي الحقيقة مش هتلقى قبول من الجانب الأكبر من الشعب. أنا لأن الطرف الآخر لم يقدم فكرا ولكنه قدم رصاصا. بالضبط. هل يمكن أن يعلن قطاع مثلا تخليه عن فكرة الرصاص أو القتال أو العنف فنبدأ معه الحوار، أم أنهم ماضون في طريقهم؟ لا، اللي يبدأ طبعا بالتخلي عن العنف بالعكس نحاوره على الفور. يعني احنا مفيش مشكلة بيننا وبين أي حد، يعني بين أي قطاع وأي قطاع آخر أو بين مجموعة المتطرفين عموما، غير أنهم مش عايزين يحاورونا إلا بالسلاح. صحيح. لو يلقوا السلاح أو يلقي بعضهم السلاح فهذا البعض يجب أن نرحب به طبعا ببعض الحذر، إنما مع مرور الأيام حيثبت إذا كانوا فعلا عايزين التحاور والفكر ولا حيعودوا إلى سيرتهم الأولى. شكرا أستاذي العظيم والإعلامي القدير أستاذ حمدي قنديل. شاكر جدا وسعيد جدا وأرجو ليك أنك توفقي جدا، وأعتقد أنه برنامجك يعني حيلقى القبول، ما تقلقيش. يا رب يا رب، دايما البدايات الجديده بيبقى فيها صعوبه. صحيح. يمكن حضرتك حسيت بيا النهارده، لكن ايه الكلام التاني اللي المفروض يا استاذ حمدي نتحدث فيه في هذا الوطن؟ نتحدث، ناخد اجازه من الحديث في الكلام الجد، وزي ما انت بتقولي في الويك اند اللي احنا مقبلين عليه نتكلم كلام تاني بقى نتكلم. انا الحقيقه معجب جدا بالملاحظه دي، بقى ان احنا ناخد اجازه نهايه اسبوع نلقي فيها كل ما هو صعب علينا نلقيه وراء اكتافنا، ونتسلى بنهايه الاسبوع ونسعد بنهايه الاسبوع ونصعب انفسنا ندي لنفسنا مكافئات. انا فاكر لما كنت في اليونسكو في الثمانينات يعني والسبعينات، كان بيجبر الناس انهم اولا ياخدوا اجازه، مش حكايه تكوم الاجازه بتاعتي بتاع مش عارف الويك اند ده على الويك اند اللي بعديه على الويك اند يبقوا 10 20 يوم او 20 يوم او اكوم او اكوم الاجازات وبعدين اخد مكافئات. الحاصل كنا انا على الاقل في الاداره اللي كنت مسؤول عنها كنت باجبر زملائي واجبر نفسي اولا ان احنا ناخد اجازه نهايه الاسبوع. صحيح. ماهيش جدعانه ابدا، وفي كثيرين من الناس بيعتقدوا ان دي يعني بساله منقطعه النظير، انه يشتغل 24 ساعه طول 24 ساعه وسبع ايام في السبع ايام، وبالعكس مش هيجي في لحظه وينفجر وينهار وهيقع الشغل. هيقع الشغل بالظبط. فناخد اجازه ونسعد بيها ونجيد الاستمتاع بالاجازه زي ما بنجيد او بندعي ان احنا بنجيد العمل. شكرا استاذي العزيز الاعلامي القدير استاذ حمدي قنديل، تشرفت بوجود حضرتك معايا النهارده في اولى حلقات برنامجي، ويعني اعتقد ان احنا قلنا كلام النهارده ربما يكون ما كنا نسعى اليه في هذا الحوار، ان نبحث عن كلام تاني. يا رب قدرنا او نقدر في هذا او نكون قدرنا انا استاذي العزيز الاستاذ حمدي قنديل نقول لحضراتكم كلام تاني. كلام تاني مستمر مع حضراتكم بعد الفاصل مع احد الشباب اللي عنده طاقة إيجابية حلوة قوي، فأنا هعمل بنصيحة الأستاذ حمدي قنديل وهحرص دايما في أجازة نهاية الأسبوع أو في الويك إند إن احنا نقول كلام فيه شعر وفيه حاجة تخلينا مستمتعين بوقتنا، وفي نفس الوقت تكون حاجة تمس مشاعرنا. بكرة كمان هيبقى عندنا موضوع حلو قوي يا أستاذ حمدي عن الحب الرومانتيكي. أين الحب الرومانتيكي في العلاقات؟ أنا قلت لك أنا وعدتك بأنك لأن أنا حكت في كتاب الجاي عن الغرام، وأنتوا بكرة هتتكلموا عن الحب شيء جميل، ده الكلام التاني صحيح. بعد الفاصل مستمرين مع حضراتكم وكلام تاني مع الشاعر عبد الله حسن.